يلا حيهم. والله اني اشتقت لكم، والله فقدتكم صراحه. اشتقت لنا؟ اي والله اشتقت لنا. واشتقت هذا انتم يا رجل، يا من الواحد تلاقي كل وقت تقول هذا ما في شيء، ما شاء الله. قاعد لا من السفر مره عقله راح سيقطع. انا يا ابوي مو عشان ولدك الكبير كل شوي بروح ارجع وراه. والله كفو يا سيد، الله يحفظك ان شاء الله. لازم يا ابوي، ما هو الواحد اللي طلع برا قال فتح امه. والله العظيم ضاع عقله مثل القرطاس. والله انا ما سويت شيء، ما سويت شيء يا عيال. انتم انا كنت عندي حبي حجاج حبايب جرابيس مجنون سكر بالطاش مرسول حجاج حبي حجاج ضبط لك الامور يا ابوي، الباقي على اخي. عاد انت حلك نفسك، اما تطبيق راجح ولا محلات الورد ولا محلات ذهب. هذا ضربة انت من نفسك. لا يا بحر، لا يا بحر، لا تصحك. خذ ضربها، خذ ضربها، خلها. يعني لازم تشوفون اني اسوي زي كذا يعني. نعم. كل شيء للأمة يا ابويا، الباقي كله سوينا لك كل شيء تبغاه، الباقي كله عليك. كلكم على ابوي؟ بعدي والله بحر. والله الرجال يقدح من راشد، اللي يقدح من راشد ما حد يقدح. حي حي عز الله يعزك. عليك ناي شرب. اطلع من راسك. عز الله يعزك يا هالولد. شفتوا؟ شفتوا الولد اللي فازع مع ابوه؟ ما عندك سالفه انت ولد كس. اي بحر رد على ايش بك داش الثاني ودي في 70 دقيقه. والله على كلام ذا تاكد انك ما راح تنام بالسالفه، تاكد انك تنام بالرد. ما عليك منهم يا ابوي. والله العظيم. اي والله العظيم. يا اخي انت فنان. وانت ما قلت شيء. ويا اللي جت كانت فيس. طب اذا الله شكلي بنام برا السعوديه كلها، ما برا زي المبلة بدبي لا كاني مشط.